نشرة أخبار الرياضة نقدمها لكم من قناة الهداف بالجزائر وفي عناوينها. عوال يؤكد سعادته بحمل ألوان المنتخب الفرنسي، يكشف تفاصيل التحاقه بأبطال العالم ويضيع تربص الديك بسبب كورونا. المحكمة الرياضية الدولية تلغي عقوبات الاتحادية والرابطة في قضية درب الاتحاد والمولودية. لجنة الانديه توقف الماس وتستدعي ملال. المولودية تقرر الاحتفاظ بدرارجة وحشود، وفي شبيبة القبائل شريفي يوقع 5 مواسم. مدوار يطالب الاندية باحترام القوانين لتفادي تأثر البرمجة، ولجنة الانضباط تمهل الرؤساء حتى 10 سبتمبر للرد على اللاعبين. أهلا بكم من جديد. أكدت صحيفة ليكيب الفرنسية أن اللاعب حسام عوار مصاب بفيروس كورونا المستجد، وكشفت صحيفة أن نجم أولمبيك ليون أصيب بالفيروس، وأن الاختبارات التي خضع لها كانت نتائجها إيجابية، وبالتالي ضيع الفريق أو اللاعب أولى مباريات ناديه أولمبيك ليون في الدوري الفرنسي أمام ديشان. عوار الذي تم استدعاؤه أيضا للمنتخب الفرنسي الخميس سيخضع لحجر لمدة 2 أسبوع مع مراقبة طبية، وهو ما يعني أن اللاعب الذي حسم خياره الدولي مؤخرا باللعب للمنتخب الفرنسي عوض الجزائري سيغيب عن لقاء منتخب فرنسا أمام المنتخب السويدي يوم 5 سبتمبر، وأيضا أمام كرواتيا يوم 8 سبتمبر ضمن الدوري الأوروبي. وكان عوار قد كشف في حوار لصحيفة ليكيب إنه سعيد بحمل ألوان المنتخب الفرنسي، وأكد عوار في حوار مطول مع صحيفة ليكيب الفرنسية بعد إعلانه أو تواجده ضمن قائمة ديدي ديشان مواجهتي كرواتيا والسويد، أكد إنه سعيد، وأكد أيضا إلا تألقه مع نادي أولمبيك ليون الفرنسي ساهم في بلوغه المنتخب الفرنسي. وأكد عوار أيضا أنه كان من الممكن أن يلتحق بالمنتخب الفرنسي الخريف الماضي، لكن الإصابة حرمته من ذلك. إلى ساحتي المحلية، والبداية بقرار المحكمة الرياضية الدولية إلغاء كل العقوبات التي فرضتها الاتحادية الجزائرية لكرة القدم والرابطة على نادي اتحاد العاصمة في قضية الديربي بين الجارين اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر. وحسب ما جاء في مراسلة من محكمة التحكيم الرياضية الدولية في لوزان، فإنه تم إلغاء كل العقوبات التي تم تسليطها على نادي اتحاد العاصمة بعد عدم خوضه الديربي أمام الاتحاد، ومن جر عنه من قرارات بخصم 3 نقاط من رصيد اتحاد العاصمة، وأيضا فوز المولودية على البساط ب3 أهداف دون رد. وجاءت المراسلة من محكمة التحكيم الرياضي يوم 28 أو تم تحريرها يوم 28 من أوت الجارية. ولتفاصيل أكثر عن القضية ينضم إلينا لاعب اتحاد العاصمة سابقا محمد حمدود. أهلا بك معنا محمد حمدود. هل أنت في الاستماع؟ السلام عليكم. وعليكم السلام أخي يسري أخويا محمد حمدود. نعم، ما هي تفاصيل قرار الطاس الذي صدر يوم 28 من شهر الجاري بخصوص قضية اتحاد العاصمة والمولودية؟ هي التفاصيل كما على بالكم لا دانيير فوا يوين ديسيزيون وين الطاس رومبورتي باش يخرج لا ديسيزيون. نعم. والناس كانوا على بالهم باللي حتى سبتمبر. نعم. وكم لافوكا تاعنا مسيو بون مع محمد سلامي اخي عبد الفيه تانيت. نعم. ايزون كيما نقولوا طعنوا في القرار تاع الرابطه اللي بعثوه، والرابطه هي اللي بعثت وقالت ما عندنا حتى فائده من هاد القضيه هذه، لان البطوله حسمت. دونك بالنسبه لنا احنا ما كانتش محسومه، ولافوكا تاعنا دفع كيما نقولوا الطعن وبعثوا للطاف، وين الى ديموندي الطاف باش يرجعوا لنا لا ريبونس افون لو 31 اوت، للناس ما كانتش على بالهم بلي دار هذا الشغل هذه الخدمه هذه.
والحمد لله الريزلت راه خرج اليوم، وكما على بالك رانا كاع فرحانين بالقضيه هذه. هي فرحه بالقضيه هذه ماشي من باب حاجه واحده اخرى، معنويه، باب رد معنويه ورد الاعتبار لفريق الاتحاد العاصمه. نعم، لماذا رد الاعتبار محمد حمدود؟ هل تاثر الفريق الى هذه الدرجه؟ شوف، تاثر الفريق ماشي من باب الجانب الرياضي، من باب الظلم. نعم. شفنا الفريق تاعنا تنظلم. نعم. ورغم هذا شفنا الناس اللي كانت كما نقولوا اللي عندها البوفوار، اللي من بينهم رئيس الرابطه. نعم. هو السيد مدور كمل مشى في كلامه، ولو على باله بلي راه عافس على القانون، وكمل مشى في كلامه، والنتيجه راهي كانت اليوم. ربي نصفنا الحمد لله، وين رجعوا الحق للاتحاد تاع اتحاد العاصمه. مي واشنو كاينه حاجه برك اللي حبيت نزيدها قبل؟ نعم تفضل. ثاني ولا تفضل. نعم، هي بالنسبه للسيد رئيس الرابطه. نعم، كما نوجه له هذا الكلام هذا من باب رئيس رابطه، ماشي كشخص. نعم، مدور كشخص. نعم، انا نقول ما عليه اليوم بالقرار اللي خرج اليوم، ما عليه غير يجوز في التلفازة ويسحب الكلمة اللي قالها، كملوا فيها رسلة، لأن هذا الكلام هذا كبير شوية، ماشي شوية، كبير بزاف. الحمد لله كملنا احنا فيها رسلة، دوك ما عليه غير يتفضل كيما هضرها على دنيا فا، يتفضل دوكا ويسحب الكلمة هذه اللي قالها. نعم، إذا لكن محمد حمدود، مراسلة محكمة تحكيم الرياضية الدولية جاء فيها إلغاء العقوبات أو القرارات التي اتخذتها الاتحادية الجزائرية والرابطة، لكن يعني بغض النظر عن توقف البطولة، يعني لم يرد فيها إعادة النقاط أو شوف، هي باش تكونوا على بالكم، يوم الجلسة اللي داروها بار فيديو ولا نعم. شافين 5 جوان. نعم، كانت المطالب تاع الاتحاد هي الغاء كل العقوبات اللي تسلطت عليها، من بينها خصم النقاط والخساره على البساط، العقوبه الماليه اللي هي كانت 1 مليون دينار. نعم، وعقوبه رياضيه. كان طالب تاع المحامي تاعنا، كان هذا هو طالب تاعو بالنسبه للاتحاد. واليوم هذا الطالب هذا نفس ذاته للطاف، خاطر شافت بلي الاتحاد كان مظلوم، ورجعوا لنا كاع حقوقنا، الغاو الامليون دو دينار هذوك، الغاوهم كما كغرامه. وزيد بون، حنا كما قلت لك من الاول ما يهمناش لي تروا بوا، ولا يهمنا تعاد المقابله. نعم، رجع لنا حقنا. نعم محمد حمدود، شكرا لك على كل هذه التفاصيل بشأن قضية اتحاد العاصمة، قضية الدرب بين الاتحاد والمولودية. وصلوا دائما مع قضية الدرب بين الاتحاد والمولودية، وينضم إلينا أيضا الصحفي سمير بشير لمنحنا تفاصيل أكثر في هذا الصدد. نعم، سنتصل بسمير بشير في وقت لاحق، ونواصل مع الأخبار المحلية، حيث أعلنت لجنة الانضباط التابعة للرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة إيقاف الرئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر عبد الناصر الماس 6 أشهر، 3 منها غير نافذة. إذا أوقفته 3 أشهر، 6 منها غير النافذة، فيما تم استدعاء رئيس شبيبة القبائل شريف ملال المثولي أمام لجنة الانضباط يوم 7 سبتمبر المقبل. عودة إلى قضية ما قرار محكمة التحكيم الرياضي الدولية إلغاء قرارات الاتحادية والفيدرالية أو الرابطة في حق اتحاد العاصمة في قضية الدرب أمام المولودية، وينضم إلينا الزميل الصحفي سمير بشير. سمير، أهلا بك. أهلا بك زميلي، يسري تحية إليك وإلى كل المشاهدين والمشاهدات. سمير، بداية، الفاف أو التاس الدولية ألغت جميع قرارات الاتحادية والرابطة في قضية درب الاتحاد والعاصمة، ماذا يعني كل هذا؟
هو القرار الاول المنطلق هو قرار لجنه الانضباط للرابطه المحترفه ليوم 14 اكتوبر. القرار هذا ينص على خساره الاتحاد امام المولوديه ب 3-0 واعتباره غائبا، خصم 3 نقاط من رصيد الاتحاد، غرامه ب 100 مليون سنتيم، وحرمانه من حقوق البث لتلك المباراه. نعم. بعد ذلك ترتبت على هذا القرار مجموعه من القرار اخر بتاكيد القرار على مستوى لجنه التعود للفاس، وقرار ثاني بتاكيد المحكمه الرياضيه الجزائريه يوم 16 ديسمبر 2019 لنفس القرارين. هذا يعني كل هذه القرارات المترتبة عن القرار الأول للجنة الانضباط تم إلغائها اليوم، يعني لم يعد هناك فريق متحصل على 3 نقاط، لم تعد هناك 3 نقاط مخصومة من رصيد الاتحاد، لم تعد هناك غرامة مالية ب 100 مليون ولا حرمان من حقوق البث، إضافة إلى القرارات المرافقة لقرار المحكمة الرياضية الدولية اليوم من خلال يعني تغريم الاتحاد الجزائري بتسديد نصف ما سدده الاتحاد في خصوص حقوق التسجيل وحقوق التحكيم في المحكمة الرياضية، زائد 4000 فرنك سويسري غرامة للرابطة و 4000 سويسري أخرى غرامة للاتحادية للمساعدة يعني في قضية ما صرفه اتحاد العاصمة على المحامي. تقريبا نعم. هو قرارات المحكمة الرياضية الدولية اليوم. نعم سمير بشير، يعني الاتحاد أو الطاسة الدولية أصدرت مراسلة تلغي فيها كل القرارات السابقة التي اتخذتها الاتحادية والرابطة، هل يعني هذا تغييرا في الترتيب بما أن النقاط ستعود بطبيعة الحال وسيتغير يعني مجموعة النقاط للأندية المعنية طبعا بهذه القضية؟ هو هنا مشكل الاتحاديه الجزائريه لكره القدم الان اليوم ستكون في ورطه كبيره جدا، لانه ما نعتمد عليه هو ما يكتب وما يصدر كتابيا على ضوء قرارات المكتب الفيدرالي او التعليمات الموجهه لمختلف الرابطات وليس ما يقال في الاجتماع. يقال انه في اجتماع المكتب الفيدرالي يوم 29 جويليا 2020 الاخير قيل انه سيتم اعتماد المعامل او ما يسمى بلانديس مهما كان قرار المحكمه الرياضيه الدوليه، ولكن هذا الشيء لم يصدر في بيان الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم 29 جويليا، ولم يصدر في التعليمة التي وجهتها الاتحاد الجزائري لكرة القدم لمختلف الرابطات الهاوية يوم 2 أوت برقم 437 وفيها ملحق إضافي في اليوم الموالي يوم 3 أوت تحت رقم 442، لأنه بيان المكتب الفيدرالي اليوم 29 جويليا كان واضحا قيل استعمل المعامل بين وفاق الصيف ومولودية العاصمة للفصل بينهما لأنهما يتساويان في عدد النقاط. نفس الشيء جاء في المراسلة التي وجهت إلى الرابطات قيل يستعمل المعامل بين للفصل بين الفرق التي تتواجد في المجموعة الواحدة ولها نفس عدد النقاط وليس لها نفس عدد المباريات. اليوم إذا خلينا ما كتب وما أرسل فالتأكيد أن الترتيب يتغير، لم يعد هناك تساوي بين وفاق الصيف ومولودية العاصمة في عدد النقاط ولا حتى فريق آخر وفريق آخر معني وفريق شبيب القضيب الذي صار ثالثا، يعني وفاق الصيف صار 32 نقطة، شبيب القضيب 35 نقطة، ومولودية العاصمة 34 نقطة، يعني الترتيب يتغير كليا. في حين يقال أن ما قيل في الاجتماع يوم 29 ما قيل وهنا لا تبنى الأمور من المفروض ما تبنيش على ما قيل أنه يتم استعمال المعامل، الاتحادية الجزائرية أخطأت لأنها لم تقم باستعمال كما فعلت الاتحادية الفرنسية باستعمال المعامل للفصل بكل الترتيب، الاتحادية الفرنسية قامت باستعمال المعامل للتحديد من المرتبة 1 إلى المرتبة 20. نعم. الاتحادية الجزائرية قامت فقط للفصل بين الفرق المتساوية، اليوم لم يعد هناك تساوي، يعني يلغى هذا المعامل وهنا راح يخليها في ورطة كبيرة بين فريقي مولودية الجزائر ووفاق الصيف حول المرتبة الثانية، وأيضا الطرف الثالث الذي هو شباب القضيب الذي من حقه اليوم المطالبة بالمرتبة الثالثة لأنه صار بأكبر عدد من النقاط من مولودية العاصمة. نعم سمير بشير، ردود الأفعال أيضا بدأت من الرؤساء وبداية برئيس نادي وفاق الصيف رئيس مجلس الإدارة عز الدين عرب الذي قال إنه حذف 3 نقاط من رصيد المولودية يضع الوفاق في المرتبة الثانية دون أي جدل، وإن حساب المعامل حسب تعليمة الفاف يكون عند تساوي النقاط فقط وهذا لم يعد مطروحا الآن. وقال أيضا أعراب إنه من حق وفاق الصيف أن يخوض رابطة الأبطال ويجب أن يكون يعني حق الوفاق في خوض رابطة الأبطال يجب أن يعود، ويعني الوفاق أو إداريو الوفاق سعداء لصدور القرار قبل 31 من أوت.
انا اعتبرها من حقه، لانه هو شهد ما كتبته الاتحاديه الجزائريه، يعني لانه الاتحاديه الجزائريه لو تتخذ اي قرار اخر وتقوم باستعمال المعامل، يعني بمواصله استعمال المعامل، تكون قد ارتكبت حماقه قانونيه، لانه كان عليها من المفروض ان تقوم باعداد كل الترتيب يوم 29 جويليه على ضوء المعامل. هناك يحق لها حتى بعد صدور قرار الاتحاد المحكمه الرياضيه الدوليه ان تستعمل المعامل، ولكن بما انها كانت واضحه في بيانها يوم 29 جويليه وقالت ان المعامل يستعمل فقط بين للفصل بين فريقين متساويين في عدد النقاط ومختلفين في عدد المباريات، هنا قد ورطت نفسها. وقلت كما قال عز الدين عراب، لهم الحق في المطالبه بلعب الوفاق في المرتبه الثانيه، وارى انا ايضا ان فريق شبيب القبائل من حقه المطالبه بلعب كاس الكونفدراليه، لانه صار هو في المرتبه الثالثه وصار اكبر يملك نقاط اكبر من المولوديه. الاتحاديه ارتكبت حماقه كبيره ان كانت تنوي مواصله استعمال المعامل في كل الحالات، لانه كان عليها في هذه الحاله ان تصدر يوم 29 جويليه كل الترتيب على ضوء المعامل. وكاين نقطة أخرى، لو تستعمل المعامل حتى في هذه الحالة سيكون هناك تغيير في عدد كبير من الفرق التي صعدت على مستوى الرابطات الولائية والجهوية وغيرها، لأنها لم تستعمل المعامل، والرابطات لما كان هناك يعني فريق أكبر بعدد النقاط من فريق آخر أعلن صعوده مباشرة حتى لو كان عدد النقاط مختلف، نظن ستحدث فوضى كبيرة في عدد كبير من الرابطات إن أصرت الاتحادية على مواصلة التعامل بالمعامل. نعم سمير أبشير، حتى نضع المشاهدين في الصورة، كيف هو ترتيب الآن وكيف هي المشاركة القارية للأندية بغض النظر عن الشباب المتصدر؟ والله لا يمكن ان اقول كيف هي المشاركه، يعني اقول كيف هو الترتيب، لانه انا اتحدث من ضوء من وجهه نظري وفق ما اصدرته الاتحاديه. نعم. يعني في بياناتها الرسميه والمكتوبه يصبح الترتيب شباب الوزداد مرتبه رابعه، فريق وفاق مرتبه اولى عفوا، فريق وفاق الطيف مرتبه ثانيه ب 37 نقطه، فريق شباب القبائل مرتبه ثالثه ب 35 نقطه، ويتقاسم المرتبه الرابعه شباب القسنطينه ومولوديه العاصمه ب 34 نقطه، مع افضليه في المعامل لفريق مولوديه العاصمه رابعا. يعني هذا هو الترتيب على ضوء يعني ما جاء من قبل، ولكن الاتحاديه قد يكون لها راي اخر وتصر على استعمال المعامل، وكما قلت هناك تكون قد ارتكبت حماقه قانونيه، لان ما قيل في الاجتماع ليس هو ما صدر في البيانات، وهذا يعني دليل اخر على ضعف الاتحاديه الجزائريه لكره القدم، يعني حتى وان حصل الفريق الوطني في وقتها على كاس امم افريقيا، لكنها ما يحدث يعني في كل مره من في هذه التناقضات والمراسلات والبيانات وعدم وضوح الرؤيه القانونيه يجعلها في خانة واحدة من أضعف الاتحاديات في تاريخ كرة القدم الجزائرية. نعم. سؤال آخر سمير بشير، يعني الاتحادية والرابطة اتخذت القرارات وعاقبت اتحاد العاصمة، وبعد ذلك بأشهر جاءت محكمة التحكيم الرياضية الدولية وألغت كل ذلك، يعني سمير أين هو الخلل؟ والله هو الخلل في القوانين العامة، لا لأنه نشوف المواد، بعض المواد يعني القوانين العامة ما تسمح لكش بها تدخل للمحكمة الرياضية الجزائرية، يعني مثلا حالة الفورتي كونفيرمي كما يسمى ما عندهاش المحكمة الرياضية الدولية، المحكمة الرياضية الجزائرية الحق في الفصل فيها. هذا هو الشيء، لو كان يعني تتعدل القوانين ويصبح لك الحق في الطعن في أي قرار على مستوى لجنة الطعون وفي أي قرار على مستوى المحكمة الرياضية الجزائرية، بالتأكيد أن الأمور تسوى هنا بيننا. الآن يعني القوانين الرابطة المحترفة ولا التي تسير البطولة المحترفة وحتى التي تسير بطولات الهواة فيها كثير من الفراغات التي لا تسمح لبعض الفرق بالدخول إلى لجان الطعون أو للمحكمة الرياضية الجزائرية، الشيء اللي خلانا نروح إلى قضية أخرى، والاتحادية اليوم خاسرة معنويا هي والرابطة المحترفة مثل ما هي خاسرة ماديا. يعني هذا هو، نعطيك مثال، من فريق وفاق الطيف أول أمس فات في لجنة الطعون وعطاولو الطعن، قالوا له ما عندناش لجنة الطعون وما عندناش الأهلية لا نو كومبيتونس اللي دير هذا الملف، شوف يعني لجنه الطعون تضرب طعنة دير لها طعن تقول لك ما عندناش الاهليه. هذا هو الشيء، نظن كاين الكثير من القوانين يجب ان تغير بحيث يسمح لك القانون انك تطعن بشرط انك تكون يعني امورك مضبوطه من ناحيه الشكل، يعني في الاجال وفي الامور المصاحبه لذلك، فقد بامكانك الطعن في اي قرار. لو كانت المحكمه الرياضيه الجزائريه لها الاهليه في ذلك لما حصل كل ما حصل. نعم سمير، أنت قلت إن الاتحادية ارتكبت وهي في ورطة كبيرة، إذن هي ضربة موجعة للاتحادية والرابطة حسبك، كيف ستتعامل الاتحادية والرابطة مع هذه القضية التي طفت يعني اليوم؟
والله هي من سوء حظ الاتحاديه انها جاءت بعد قرارها بالفصل وانضمت انها يعني فصلت في الامور من المستوى المختلف الاول والثاني على الاقل لانه في الهوات ما زال كثير من الاحتجاجات. لكن يعني الاتحاديه لو طبقت القانون في البدايه انت اليوم يعني نروحوا للامور تاتي حسب الاهواء. الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أدخلت المادة 29 في القوانين العامة للبطولة المحترفة الخاصة بعدم اللعب في أيام الفيفا في يوم ما من أجل عرقلة الرابطة المحترفة التي كان يترأسها قربات، يعني دخلوا المادة عمدا من أجل زق على البرمجة وعرقلة الرابطة. اليوم المادة نفسها يعني اللي أدمجوها يعني لمحاربة قربات الفيدرالية في بدايتها وجدت نفسها أنها اليوم متورطة فيها لأنها برمجة تاريخ في مقابلة متأخرة في تاريخ الفيفا والاتحاد طبعا على ضوء اللاعبين اللي كانوا عنده في المنتخب الوطني وفي المنتخب الليبي وتحصل على الحق لانه تعتمد على ماده قانونيه. لو نجيو ننظموا امورنا ونكونوا واقعيين وما نعتمدوش على المواد وحسب الاهواء وحسب تحسنات الامور ما نوصلوش لهذا الامر. كانت من قبل ماده تقول تقعدوا عندك لاعبين أكثر من لاعبين اثنين في الفريق الوطني تؤجل مباراة، كانوا يخليوها وفقط ما كانش حتى مادة عندها علاقة بتواريخ الفيفا أو غيرها. اليوم كي عفسوا القانون اللي هما داروه لقوا نفسهم في هذه الورطة، يعني ولما تحب توتر يجيك رد الفعل العكسي ولو بعد حين. نعم شكرا لك سمير بشير على هذه التوضيحات في قضية الدربي بين الاتحاد والمولودية. نواصل مع الأخبار المحلية حيث قررت إدارة نادي مولودية الجزائر الطعن في قرار رابطة المحترف إيقاف رئيس مجلس الإدارة عبد الناصر الماصي 6 أشهر 3 منها غير نافذة. وفي سياق الاستقدامات كشف نبيل نغيس مدرب المولودية في تصريحات للهداف أنه قرر رفقة الإدارة الاحتفاظ بكل من اللاعبين درارجة وحشود بالنظر إلى خبرة اللاعبين. كما أكد مدرب المولودية أنه ينتظر الكثير من المهاجم السابق لاتحاد العاصمة برنس إبارا مشيرا إلى أنه سيشكل ثنائيا عن رفقة سامي فريوي. وتحدث أيضا نغيز عن صانع الألعاب الفريق عمار بورديم وقال أنه متحمس جدا للبقاء في المولودية وإن استقدام 3 لاعبين آخرين سيغلق نهائيا قائمة الانتدابات تحسبا للموسم الجديد. وفي شبيبة القبائل تعاقدت إدارة النادي مع لاعب اتحاد المشرية يوسف شريفي بعقد يمتد 5 مواسم كاملة والتي تسعى أو تعول على الشباب في الموسم الكروي الجديد. كما أكدت إدارة شبيبة تأجيل بداية التربص في أقبل إلى يوم 31 أوت عوض 29 من ذات الشهر. جدد اللاعب هواري فرحاني عقده مع نادي يوفق سطيف لموسمين بعد اتفاقه مع إدارة النادي على كافة التفاصيل. كما وقع اللاعب فرحاني تعهدا أو بروتوكول خاص بفترة وباء كورونا بتنازل عن 6 أشهر 4 تخص فترة الجائحة وشهران يخصان الفترة التي قضاها في العلاج. وفي سياق آخر أعاد أعراب بعث مفاوضاته مع صانع لاعب مولودية الجزائر بورديم الذي ضبط معه رئيس مجلس إدارة موعدا للقاء من أجل التفاوض على ضمه. وموازاة مع هذه المفاوضات أعرب المدرب نبيل الكوكي للإدارة سعادته بترسيم بقاء فرحاني وشدد في المقابل على ضرورة الحسم مع قراوي الذي حدد معه أعراب موعدا لمواصلة المفاوضات ومع المهاجم الحبيب بوغلمون الذي ينتظر أن تتصل به الإدارة خلال الساعات القليلة القادمة. نقول لك أنا جد سعيد بالتجديد تاعي العقد اليوم في وفاق سطيف. أنا فرحان بزاف كي جدد العقد هذا. حاجة الأولى نشكر المدرب نبيل كوكي اللي سما اللي أصر على البقاء تاعي، نشكره بزاف الحمد لله. إن شاء الله الكونفيونس هذه نكونوا المسؤولية هذه إن شاء الله نعودوا الكونفيونس اللي دارها فينا المدرب، إن شاء الله نكونوا في حسن ظن المدرب. ونشكره ثاني بزاف ثاني المسيرين اللي اتصلوا بيا وسما أنا عندي بزاف من اللي اتفقت معهم الحمد لله. اليوم كتب المكتوب باش نعاود نجدد في وفاق الصيف يسير الحمد لله. اسم المفاوضات كانت سهله، اسم ما كانش مشكل كاع بيناتنا الحمد لله. انا الحاجه الاولى
الفريق هذا تسمى الواحد ما ينساش باللي الفريق هذا عاوني. الفريق هذا لقيته في الماما اللي كنت انا في جوز لي ماما صعب صبت الفريق هذا صبت الانصار ثاني نشكرهم بزاف وقفوا معايا صبت المسيرين صبت المام الوقفه على اللاعبين ولا الطاقم الفني الحمد لله انا صايب راحتي في الفريق هذا. هذه هي الحاجه اللي خلتني باش نجدد العقد تاعي وان شاء الله ان شاء الله بربي بالعمل ان شاء الله ولونفي اللي راه عندي ان شاء الله باش نعاود نولي ان شاء الله راح يشوفوا موسم ان شاء الله احسن من الموسم اللي